بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. قبل فترة اشتريت هذه المضخة، صراحة يمكن 6 شهور زين أو أكثر، كان عليها عرض تقريبا حدود 200 درهم إماراتي، 210 ممكن 220. فقلت خلني أجربها، سعر رخيص كان على الأرض، وخلنا نشوف شو مميزات. طبعا اللي عجبني فيها أمانة أنها لها أرجل، زين لها أرجل فقط، هذا اللي عجبني فيها. زين المسدس صراحة ما أعتقد أنه راح يكون جيد، لأن ما في رأس 360 درجة. زين وبالتالي راح ندبر حالنا صراحة. أيضا تدفق الماي، الضغط فيها ما جربتها صراحة، فقط عجبني فيها السعر، كان سعرها جيد ولها أرجل. زين راح أجربها نشوف وضع الوحدة هذه كيف. زين هذه الاكسسوارز اللي فيها، باور جان، لونج نوزل، يعني ممكن تستخدمها غسيل سيارات، لكن انا صراحة اخذتها لان سعرها كان جيد. زين مقارنة مع الوحدات الموجودة في السوق كان عليها عرض، وايضا الاطارات تواير. زين احيانا اذا حصلت عرض مضخات اي شيء خذها، زين ممكن تستفيد من السعر ومن الخصائص الموجودة فيها. براغي كتيب، زين هذه الإطارات عجبتني صراحة انها ممكن تحركها، مثل ما قلت لكم سعرها كان جيد. في هذه الوصلة، وصلة الغسيل، وفي هذه التوصيلة، وهذا المسدس. أعتقد إن ممكن راح ياخذ نفس الهوز مال الكرتشر، مو بالكرتشر، شو اسمه؟ البوش. زين هذا يركب هني تقريبا، يركب على ضغط كليب تك. زين اعتقد انه راح يوصل بهالشكل، تفصله تركبه، وهذا يركب هني تلفه داخل، يصير عندك مسدس. طبعا مسدس عادي للغسيل. زين كيسة من فترة اشتريتها صراحة. زين اوكي، هذه بعد مال صابون وفلتر، مال فلتر. زين هوز تقريبا نفس هوز كارتشر نفسه ممكن. زين والرأس تقريبا نفسه، وهذا علبة صابون ما احتاجها للغسيل صراحة، انا احتاجها غسيل مكيفات، يعني ما تهمني هالاشياء هذه كلها، فقط حجمها، اطارات، الهوز جيد، الراس هذا راح القيه، والكيبل ايضا جيد، وكان الله غفور رحيم. الارجل نشغل الاضاءة، تركب هنا بهالشكل. زين وبعدين في برغي تركبه هنا في الداخل،
في فلتر طبعا هذا تحتاج انك تنظفه بين فترة وفترة. طبعا الهوز يركب هنا ايضا. فيها بريكات هذه اعتقد انها راح تنفع في شيء ممكن. اوكي ما راح تثبت لك صراحة فلا تاخذها معك. طلع الهواء بسم الله. طبعا مثل ما قلت لكم عجبني فيها صراحة زين انها ممكن تحركها معك زين. لها ارجل زين حلوة جميلة عجبني فيها الارجل صراحة. وسعرها مثل ما قلت لكم عندي كرشر وعندي بوش واعتقد ان المسدس مال بوش زين راح يركب عليها. راح اجرب الحين نشوف الوضع لان هذه ما تجي مع مسدس متحرك مسكر زين. ونخلع الماسوره طلعنا البرشر زين تحط الماي راح يصب لأن الهوش واصل. طبعا هذا مسدس بوش مثل ما تعرفون فلكسبل 360 درجة ايضا راح يركب عليها ان شاء الله. طبعا المسدس ما ركب صراحة لان هذا راس بوش صغير وهذا الرأس الماكينة ففي فرق بالرأس. الفتحة ايضا تلاحظون في فرق صراحة في الرأس وفي الشكل زين. هذا طويل وهذا قصير وبالتالي راح تحتاج انك تغير الهوز زين. ما احتاج الهوز هذا انا. اذا كنت تبغيه حق الغسيل راح تكون جيد. انا ما اريدها حق الغسيل اريدها لاشياء اخرى. طبعا عمل لك تعديل على الهوز زين وتستخدم الراس مال البوش وراح تمكن من استخدام المضخة هذه مع هوز مناسب للبوش او الكرشر. هذا راس في المضخة والراس الاخر راح يكون هنا. طبعا عندي المسدس هذا خربان وشيء غير مهم
وامورك راح تكون طيبه، فقط غير الهوز و ركب لها اي هوز اخر، اي مسدس اخر، و مثل ما قلت انت والخير بقدم هوز اخر. زين، لكن المشكله ان هذا لوز، اوكي، فراح نبدل الوشر، تحتاج الى وشر زين اكبر من القديمه. طلع هذه، نركب الوشر او شيل المتين شوي، تلاحظون هذه عريضه وهذه نحيفه، ركبها هني امورها طيبه. تلاحظون الحين راح يكون ضيق، ما راح يشرب ماي. غيرنا الهوز على نفس الماكينة وأمورنا طيبة. ايضا ممكن ركب عليها صراحة كارتشر، جرب كارتشر. كارتشر طبعا عملت لها هوز خاص، وايضا راح اجربها. فقط غير راس الهوز زين في طرف واحد مخصص من الكارتشر، راح تستطيع ان تستخدمها مع مسدسات الكارتشر. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة. نلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب وأيضا نشر محباكم. فقط مثل ما قلت تحتاج أنك تغير هوزات التوصيل زين، وراح تتمكن صراحة من استخدام أي مضخة على أي مسدس. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة.